احنا عملنا صيدلية البيت، عملنا صيدلية صغننة كده، نحط فيها ايه؟ الأدوية لازم تبقى موجودة في الصيدلية. الأساسيات اللي موجودة عندنا في البيت لازم تكون موجود. أولا حاجة الإسعافات الأولية زي القطن الطبي مثلا، شاش معقم عشان الجروح، شاش اللي هو اللاصق اللي بيبقى بتاع الجروح الصغير ده، والشاش البلاستر البكرة البيضة دي عشان لو في جرح نغطي بعد الشاش. المفروض يبقى فيه طبعا مادة، لازم حاجة مطهرة في البيت، لازم حاجة زي مثلا بيتادين أو بوفودين أيودين أو أي حاجة من المطهرات أو سافلون. طبعا لازم يبقى فيه ملاقيط صغيرة، لو الملاقيط في شظايا ازاز شوكه دي اساسيه على فكره، وفي ناس بتتجاهلها وساعه ما بيحصل اي حاجه بنقعد نلف حوالين نفسنا. لا، يبقى عندنا الصيدله الحاجات دي موجوده فيها. غير كده كمان المفروض يكون في رباط ضغط برضو عشان لو حد حصل له التواء، حصل له اي حاجه. فيه العيدان اللي هي بتاعه الاذن دي برضو المفروض تبقى موجوده. ليه؟ لان بعض المطهرات مثلا بتدي لون زي الماكروكروم والحاجات دي، او فالمفروض بالقطنه الصغيره دي ممكن تركز عشان ما هي مركزش في حاجات. هي حاجات بسيطة بس مهمة جدا. صح. غير كده كمان طبعا لازم يكون في الحاجات بقى الأساسية اللي هي حاجة للحريق، حاجة للجروح، مرهم للجروح، حاجة مثلا للحساسية، مرهم للحساسية عشان لو حد حط أي حاجة مستحضر عمل له حساسية مثلا. لازم يكون عندنا برضو لو حد مريض في حاجة بقى مرتبطة بالمرضى اللي في البيت، يعني مثلا لو واحد عنده بيجي له نوبات مغص كلوي مثلا، لازم يبقى عنده حقنة للمغص الكلوي احتياطي عنده في البيت، لأن المغص الكلوي ده علي أقومه من النوم مثلا. وأنا على فكرة أحب دايما أن يكون كل بيت فيه حد بيعرف يدي حقن، يعني المفروض كده. ده مهم؟ انا شايف كده في الحالات الطوارئ. اصل انا بخاف اخد، لو حد معايا في البيت هخاف اخد منه، يعني بحس الصيدلي اضمن. هو اضمن، بس انت برضو فكري في حاجه، ان في ايام مثلا بيبقى في مطر شديد، عواصف شديده، صعب ان احنا نخرج بالبيت، وفي حاله طوارئ عندي في البيت. بالظبط. حد سخن سخنيه شديده، وكلمت الدكتور بتاعه قال لك اديله حقنه كذا، مش هتدوري لسه على حد يدي الحقنه.